نقدم لكم على قناة حقائق مذهلة حفل زفاف إمام عاشور لاعب نادي الزمالك. لقد احتفل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك بعقد قرانه في حفل حضره الأقارب والأصدقاء من نجوم كرة القدم ونجوم الفن، حيث حرص إمام على استغلال فترة الإجازة التي منحها له المدير الفني الفرنسي كارتيرون. ونشر إمام عاشور صور من حفل الزفاف عبر حسابه على إنستغرام، تلك الصور التي جمعت بينه وبين عروسه في حفل حضرها الأقارب والأصدقاء.